سألتك كده قبل الفاصل، محمد عبد المنعم ممكن يكون مع الأهلي في كأس العالم للأندية؟ أتمنى، لأن محمد عبد المنعم افتقد النادي الأهلي أكتر كمان ما النادي الأهلي افتقده. طبعا هو قيمة كبيرة جدا كلاعب، كان فارق مع النادي الأهلي. أنا بشوف إن محمد عبد المنعم من ساعة ما خرج من النادي الأهلي إحنا تأثرنا هجوميا. هجوميا، ناس تقول لي الجملة الغريبة دي، تأثرنا هجوميا. تأثرنا في نسب الاستحواذ لانه لاعب عنده كنترول عالي على الكوره، أثرنا في التدرج بالهجمه البيلد اب بتاعك، اتأثرت في حاجه كابتن اسمها الباترن اللي هو الشكل اللي انت بتطلع بيه في الكوره، اتأثرت في كل ده. فانا بشوف ان احنا افتقدنا محمد عبد المنعم، بس اللي عايز اقول لحضرتك محمد عبد المنعم افتقد النادي الاهلي اكتر طبعا، لان هو كان مع النادي الاهلي ملك متوج على قلوب الاهلاويه، ويمكن هو مشي بشكل يا كابتن يخليه يحلم يلعب مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي جمهوره يبقى نفسه ان هو يلعب معاه، لانه عمل رساله اللي كانت في الفيديو الجميل ده أوي أوي. من اذكى اللاعبين اللي خرجوا من النادي الاهلي. لا والله كان بيتكلم مشاعر طبيعيه. لا ذكي يا كابتن، ان هو عارف ازاي يقول لجمهور النادي الاهلي انت كبير وانا شايفك كبير، شايفك صاحب الفضل، كنت وما زلت وستظل. انا عايز اقول ان رغبه، زي ما رغبه تريزيجيه يجي النادي الاهلي، انا متاكد ان حاليا رغبه منعم ان هو يجي الاهلي. وعارف يا كابتن، استنى بس الايضاح والتوضيح، انا ما اعرفش رغبه تريزيجيه. لا لا، ولا انا، احنا ما نعرفش. انا جديد، اصل انت قلت زي ما كان، انا كمان قلت حصري. لا لا لا، زي ما رغبه تريزيجيه. انا اعتقد اي لاعب مصري حاليا مر على النادي الاهلي، اعتقد اذا كان فعلا عاوز يصنع تاريخ ومجد ولقطات للذاكره وتظل طول الوقت بتذاع عبر اجيال واجيال، فرصة حقيقية فعلا ان انت تيجي تساهم في المجد ده لنفسك قبل النادي الاهلي، لان النادي الاهلي حاليا اعتقد يعني منارة للاندية للعيبة المصريين بلا استثناء، بمعنى بلا استثناء. فكرة الاعارة للبطولة اللي هي ودة البطولة بس، بتحبذها ولا بترفضها؟ على حسب، بمعنى يعني لو انا هجيب لاعب مصري، انا اتمنى اللاعب المصري يجي يكمل مع النادي الاهلي مسيرة النجاحات اللي هيكمل. حلو، يعني مثلا يجي سنة. بالظبط. لكن لو هتجيب لاعب نجم كبير في المتناول، وبعدين ايه في المتناول، يعني ممكن في نجوم عالميين جم في جنبنا في الوطن العربي، لو في مركز معين ولاعب بخصائص معينه ممكن يجي ويكون عنده الرغبه الاكيده انه يحقق نجاحات في البطوله دي، ليه لا؟ يعني انت من الناس اللي موافقين انه لعيب ممكن يقعد معاك بطوله ويمشي زي الهاندبول كده؟ زي الهاندبول. انا ليه بقى؟ لان البطوله دي استثنائيه والحدث استثنائي، فانا بطرح فكره ربما، بس طبعا كل ده يعني امر متعلق بمجلس اداره النادي الاهلي ورؤيتهم. لكن انا مع فكره ان طالما احنا بنستغل في كره اليد، في بطولات في كره اليد، واحنا كنادي الاهلي بنعملها، ليه ما نعملهاش مع لعيبه في المتناول؟ انا ممكن دلوقتي وانا بكلمك جاب زين رياض محرز مثلا. رياض محرز حاجه جميله، انا عايز وينج رايت. رياض محرز كان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي مع اهلي جده، تقدر بطريقه تعاونك مع انديه سعوديه بشكل او باخر يجي يديك اضافه قويه جدا. انا مع الفكره، بس مختلف عن طرح نوعيه لعيبه رياض، نوعيه اللعيبه اللي زي رياض محرز. ليه؟ انا عايز لعيبه كابتن شوبير عايز يروح لحته تانية وعايز يروح لمرحله، ما عنديش مشكله ان انا ممكن ابقى الاداه دي او الوسيله دي. ازاي؟ وين وين سيتويشن. تعال العب معايا في كاس العالم للانديه، اللعيبه اللي بتترجتها من البرازيل ومن امريكا الجنوبيه وكنت بتلاقي صعوبه شويه يجي يقول لك هلعب دوري ابطال افريقيا، اصل الاجواء في الدوري المصري، اصل كذا. لا، انت هتقول له احنا عندنا بلان مع بعض، هتيجي تلعب بطولة زي دي، انت هتسوق نفسك في محفل كبير وعالمي، وتقدر تاخد خطوة كويسة او انتقال جيد، وانا اقدر استفيد منك فنيا. مش عايز اللعيبة اللي هي تشبعت او خلاص وصلت لمرحلة في الكارير بتاعها هو بيعمل فلوس وخلاص. لا انا عايز اللاعب اللي عايز خطوة تانية. خليني، عشان قلت رياض محرز، انا عندي معطيات ليه رياض محرز، ليه بروح للاعب عربي؟ انا بتكلم على المبدأ. المبدأ موجود. انا رياض انا من عشاقه، عشان بس لا، وكمان نقطة، انا بتكلم على المبدأ. عارف كويس قوي يعني ايه كرة في القارة المصرية، عارف كويس قوي يعني ايه النادي الاهلي، لانه في النهايه عربي، لاعب عربي. فكره لعيب يلعب شهر او 15 يوم دي بالنسبه لي مش محبذه قوي يعني. ما حضرتك مش بتدور اللاعب، بتبني فريق بيه للمستقبل. انت جاي يا كابتن بطوله، فعلا انت عايز توصل لابعد نقطه فيها. انا شايف الطرح ده مناسب للظرف مش كمبدا. بس في نقطه يا كابتن، انا وجهه نظري على الاقل سيزون، على الاقل سيزون. وجهه نظري يبقى هتروح لكواليتي اقل.
كواليتي اقل. طبعا طبعا لان مفيش حد هيسيب لك نجم كبير ان هو يجي يلعب معاك. طبعا ما بقولش نجم كبير، بس بقول نجم ماله هدومه يعني. قصه كريستيانو كده يا جماعه، ده كلام لا اساس. كابتن خليني اقول لحضرتك طرح. انا مثلا هروح للعيبه موجوده في دوري امريكا الجنوبيه، دوريات امريكا الجنوبيه او الدوريات مثلا زي الدوري البرازيلي، مش في الفرق اللي هتلعب في البطوله. طبيعي هيكون عندهم شغف ان هم يكونوا موجودين زي الفرق بالميراس وغيره. انت عشان تبيع اللاعب ده الفكره، هتيجي تقول له تعالى العب معايا البطوله، ثم هيبقى عنده تارجت بعد كده. ممكن